المسيح نهاية عصر وبداية عصر جديد كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شراحة. وقد خص الحلقة الأب فرح الجزين بمقاربة كتابية بين ما قبل المسيح وما بعد المسيح وكيف تجدد وجه الأرض. فإلى هنا الميلاد هاي السنة كان القلب قريب من الله أكثر وأكثر، مع أنه بعاد عن الكنيسة كجسدياً، لكن كنا أقرب لربنا بهذا الميلاد. هذا أنا يعني كان شعوري ورأيي، ما بعرف الناس إذا هي بتشاركني بهذا الرأي أو حست فيه. نعم، طلعت المخزون اللي عندي خلال هذه الفترة، فإن شاء الله إنكم أنتوا كمان طلعتوا المخزون اللي عندكم. في ناس ممكن لقت حالها إنه ما عندها مخزون وحزنت كتير، لكن في بيضل الأمل موجود. أيام الجاية تخزنوا روحيا هالذخيرة الموجودة، تكبروها أكتر وأكتر حتى تستعملوها عند الحاجة، وحتى تكون موجودة كمان تستفيدوا منها عند الحاجة، لأنه بذرة الخير هي اللي بتضل بالنهاية. اليقين هي المعلومة الصادقة المثبتة نتائجها. يعني إحنا كمسيحية بنقول اليقين الحق والحياة هو في كلمة يسوع المسيح، يعني بالإنجيل. نعم. هلا كيف أنت بتعيشه؟ كيف بصير في عندك الهستري، بصير في عندك تراكميات اللي هي بتخول، يعني بصير الإنسان بتقدم العمر بشوف، تتذكر لما بكيت وسكرت الدنيا بوجهي، تتذكر لما كذا، كيف ربنا فتح لي باب من هناك. طب اليوم أنا معاشي راح، اليوم ما في شغل، اليوم ما في حرق، ما في كذا. طب ما أقول لي مشى فيه عبر في البحر هات كله، بدي يتركني هنا عند هالبحيرة الصغيرة. فاللي عنده ثقة بيبطل يخاف، بيصير عنده يقضي على الشك باليقين، الظلام زي ما حكى أبونا فرح بالشمس. نعم. يعني وكل زي ما حكى الشاعر أبو القاسم لما يقول لك أنه لا بد لليل أن ينجلي، لما كان الاستعمار في الجزائر 100 سنة. فهي الشغلة بطول الأناط، هي الشغلة بالصبر، وزي ما حكينا بداية الموضوع هي بالتكيف، ولكن اليقين هو دائما اللي بقضي على الشك. هات أصبعك وضعه في يدي كي تكون خلاص، تحط إيدك على اليقين. أبونا اليوم نحن طبعا في حلقتنا الأخيرة من عام 2020 مع ميلاد السيد المسيح، نود أن نتحدث عن العهد الجديد، المسيح عندما جاء، بداية عهد ونهاية عهد. فلاهوتيا تخبرنا ما معنى هذا المفهوم. ببدأ بكلمة القديس بولس لأهل غلاطيا: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. إن العالم بميلاد السيد المسيح قد بدأ عصرا جديدا، وأصبح هذا الميلاد المجيد فاصلا بين الزمنين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. والآن سنتحدث في نقطتين: النقطة الأولى ميلاد السيد المسيح نهاية عصر قديم وبداية عصر جديد، والنقطة الثانية العصر الجديد هو عصر مشاهدة وجه الله. يوم الميلاد هذا الذي كان في ليلة حالكة الظلام صار فجر العالم الجديد الذي أشرقت به الشمس البر التي لا تغيب ولن تغيب. قال القديس أغسطينوس: ولد المسيح ليلا لكي يجعل من ليلك الطويل نهارا. فيوم ميلاد الرب في 3 نقاط هو يوم فاصل. النقطة الأولى هو اليوم الفاصل بين الزمن الذي يصنعه الإنسان والزمن الذي صنعه الرب. هو اليوم الذي قال عنه المزمور 118: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به. هو يوم صنعه الرب لخلاص البشر، هو يوم انفتحت فيه الأبدية على الزمن، فصار هذا اليوم هو يوم تغسل فيه كل همومنا وأحزاننا وألامنا. وهذا ما تحقق في نبوة أشعياء النبي بأن العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا أي بعد الغربة والبعد والخوف أصبح الله رفيقا صديقا محبا للإنسان بلا حدود. قال الملاك للرعاة: لا تخافوا
فأنا أبشركم بفرح عظيم يقول لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. والقديس بولس يؤكد بأن المصالحة بين الله والناس قد تمت في المسيح المتجسد المولود في يوم الميلاد، وأنتم الذين كنتم أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسمه البشرية. كنا أمواتا بخطايانا فأحيانا بموته وقيامته من خطايانا، وهذا ما قاله الملاك عن العذراء للقديس يوسف بأنها ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسمه يعبر عن وظيفته لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.